شوف مين معك صار؟ ميشيل يعني ما في خبرك اذا في اهضم من هيك نو واي مستحيل يكون في اهضم من هيك. اول شيء كل واحد فهم على طريقته الخاصه. اللي ضوى الضوء اول واحد نزل بلا شيء، اللي ضوى الضوء اخر واحد نزل مع سوس وجلاب، وبعد شوي بيركض حدا من اخر الشارع بيقول لي انا لاثبت لك اني ضويت جبت معي الفيل. والله شايف معه الفيل، اول شيء كان عم يدور بالفيل صح. بعد شوي كل شوي يجي حدا من مفرق جايب صحن، يعني يمكن من تاني منطقه يمكن. منال هلا هودي كلهم عائله وحده ولا جايين؟ مستحلي حلويات. منال هلا هودي اللي حواليك؟ لا لا عم بقول لك كل شوي يجي حدا من مطرح. يعني ال 250 دولار بدنا نقصرها، كل واحد بيطلع 16 دولار ونص. كلهم لك ميشيل حلويات. لكن حلو جمعيهم بتبروير وجيبيهم معك على الاستوديو. انا قلت هيك رح تقلي والله العظيم كنت عارفه. على فكره هلا حتى نضلنا بالجد ميشيل، عنا اول شخص نزل وجايب معه صوص وجليب. هلا صراحه انا ما عم بسمعك ابدا لانه عمراني حوالي. بتخيل انه هو رح يكون له الحظ انه يربح 250 دولار كاش، يا ريت من بنك ميت. اكيد يا ريت بتسلم لي اياها ابراهيم. اوكي هيدي لك من بنك ميت، الف مبروك. هو اللي عرفنا عن حالك مصطفى باشا. مصطفى باشا بس قبل ما ننتقل لك ميشيل، حابين يقدموا لك دبكه. ايوه جمهور يلا بركي انا ورهف نطبخوا معهم. يلا يلا بس مين بده يغني؟ يلا دبكه راجع يتعمر اكثر ما كان. هليابا وهليابا راجع لبنان، هليابا وهليابا راجع لبنان، نرجع على الطرف. راجع لبنان ان شاء الله يا ميشيل. انا نحن عم نطلب بالاستوديو كمان. خليه يكمل ركبت معنا الدبكه. يلا خليه يكمل 100% ان شاء الله بيرجع بيتعمر لبنان يا ميشيل. وانا بشوفك على راد بكره، برجع بحييك مره ثالثه وبحيي كل الجمهور. الى اللقاء في الغد. باي شباب، باي شباب، يعطيكم العافيه، بنقول لكم مبروك لكم 250 دولار كاش.